انطلاقات هذا اليوم لننهي على حضراتكم سباق هذا الصباح في انطلاقات هذا اليوم، ولكن ملخص ما دار من منافسات وكانت البداية مع غاية هنا لتحقق أول الانتصارات. علي بن عتيج بن خفية الاجتبي ب 12 دقيقة 58 ثانية وأربعة أجزاء من الثانية لتحقق أفضل توقيت في انطلاقات هذا اليوم. بينما مشاهدينا الكرام من سار في المركز الثاني وسارت وقار في هذا ثاني الأشواط وفي ثاني الانطلاقات الصباحية في هذا اليوم كانت من نصيب حمد بن محمد بن جهويل المري، حيث حققت الانتصار ب 13 دقيقة ثانية واحدة وجزءا وحيدا من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الانتصار وهذا الفوز. أما الشوط الثالث مع الزمول المحليات الأصايل، حيث كانت الإثارة وكان التحدي من البداية حتى النهاية، حضر النشمي لراشد بن حمد بن راشد بن غدير، حيث حقق الانتصار في هذا الشوط بقوة الاندفاع وبقوة الأسماء ب 13 دقيقة و20 ثانية وثلاث أجزاء من الثانية، كان توقيت الزمني الحاضر في هذه الانطلاقة. بينما شوط المهجنات وهو الشوط الرابع في انطلاقاتي هذا الصباح والجولة الأولى، حيث حقق نجد محمد بن خلفان بن حضيرم الاجتبي هذا الانتصار بتوقيت زمني وغدارة 13 دقيقة و35 ثانية وجزءا وحيدا من الثانية لينتزع المركز الأول في الأمتار الأخيرة وفي اللحظة الأخيرة، تهانينا والناموس وصباح الخير يا أهالي الفوعة. أما الشوط الخامس والجولة الثانية مشاهدينا الكرام هنا الضبية حضرت بهذا الفوز والانتصار لمحمد بن حزمي بن قناص العامري، حيث حققت الانتصار في المحليات الأصايل واستطاعت أن تؤدي الأداء المميز والجميل ب 13 دقيقة ثانية واحدة وجزءا وحيدا من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار وصباح الخير يا أهالي زاخر. بينما الشوط السادس حضرت راهية في هذا اللقاء تعود ملكيته لسعيد بن محمد في لقاء جميل ولقاء مميز مشاهدينا الكرام لتفوز بهذه اللحظات، هنا زاهية لراهية لسالم سعيد بن محمد بن ضبيعه الاجتبي ب 13 دقيقة وثلاث ثواني بالوفاء والتمام والكمال، تهانينا والناموس يا ابو محمد. بينما الشوط السابع ونسير مع الزمول المحليات الاصايل، حيث اختبر المختبر هنا وجاز الاختبار لعبد العزيز بن راشد الاجتبي وحقق الانتصار في لقاء هذا الشوط بتوقيت زمني مقداره 13 دقيقة 37 ثانية وتسع اجزاء من الثانية ليحتل المركز الاول والمرتبة الاولى في هذا الشوط. اما الشوط الثامن هنا مساح مشاهدينا الكرام دار في الميدان ولكنه في النهاية استطاع أن يحقق الانتصار والناموس لمالكه فالح بن فهد الهاجري بناموس المستحق وأداء جميل وأداء مثمر، حيث حقق الانتصار بتوقيت زمني مقداره 13 دقيقة 44 ثانية وخمسة من الأجزاء من الثواني، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. أما الشوط التاسع والحضور مع الجولة الثالثة كانت الشاهينية لسعيد بن جعفر بن مرخان الاجتبي مشاهدين الكرام لتحقق الانتصار في هذا اللقاء وفي هذا التحدي وتحقق الناموس لمالكها بن جعفر بن مرخان ب 13 دقيقة ثانيتين وأربعة أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار وتحقيق نقطة في ميدان المرموم. أما الشوط العاشر حضرت رمز وهنا حضروا هالي نزوة لسالم بن محمد بن ضبيعة الاجتبي، حيث حققت نزوة انتصارا ساحق في هذا الشوط وأداء مميز ب 13 دقيقة ثانيتين وجزئين من الثانية، لتكون مشاهدينا الكرام في قمة العطاء والأداء في هذا الصباح. أما الشوط الحادي عشر حضر المتحد لسعود بن ناصر بن حمود الشافي، حيث حقق الانتصار في شوطنا الحادي عشر وحقق الناموس لمالكه من خلال هذا الأداء الجميل والأداء المثمر ب 13 دقيقة و39 ثانية وسبعة من الأجزاء من الثواني، ليحقق الانتصار في الشوط الحادي عشر مع المهجنات الأصايل ويكون بطلا لهذا الشوط. أما الشوط الثاني عشر حضر شاهين وحضر راشد بن سالم بن دوحة المري في ختام الانطلاقات، حيث قطع المسافة هذا الشاهين ب 13 دقيقة و38 ثانية وستة من الأجزاء من الثواني في انطلاقة هذا الصباح الجميل، تهانينا والناموس للجميع على الفوز والانتصار، تهانينا لكل من حضر وكمل المشوار في منافسات اليوم. مشاهدينا الكرام يحين ويطيب بكم اللقاء إن شاء الله ويتجدد بكم اللقاء في الساعة الثانية من بعد ظهري هذا اليوم. شكرا للأستاذ تيسير شنابلة من أدار وأخرج هذا اللقاء، شكرا للأخوة المعلقين هنا في عربة النقل. في الختام لكم أجمل تحية مني ومع السلامة.